انا في تجاره عربي اعمل ايه عشان اشتغل في مالتي ناشونال؟ طيب الموضوع ده اكتر من حاجه. اول حاجه اركز على تقديري يكون مرتفع، لان هذه المؤسسات بتبقى فيها منافسه عاليه ودايما التقدير بيعمل فرق لو انت تقديرك كويس. ثانيا ان انا اختار مجال معين، يبقى انا مثلا ونقل في سنه ثانيه تجاره انا حابب اداره الموارد البشريه واخدت تدريبات فيه، اعزز هذا الجانب. ثالثا لو حضرتك تجارة عربي اعرف المصطلحات باللغه الانجليزيه، يعني انا محاسب وباخد الحاجات بالعربي دائن ومدين، تيجي شركه مثلا مالتي ناشونال في مجال المحاسبه المراجعه المحاسبيه بيديك الاول تيست كله كلام بالمحاسبي باللغه الانجليزيه، اجيب الديكشنري بتاع المصطلحات المحاسبيه واذاكره واحفظه، اجيب الكتب بتاعه زمايلي بتوع التجاره انجليش واخدها واقرا فيه، اجيب انزل كتب بي دي اف هتلاقي كتيره جدا جدا في الامور المحاسبيه، اذاكر هذه المواضيع. اذا انا اشتغلت على نفسي، اللغه الانجليزيه اهتم بيها، طب اللغه الانجليزيه تحت الصفر اهتم بيه ان انا اجيب الاسئله بتاعت الانترفيو كلها واتمرن عليها باللغه الانجليزيه وبشكل قوي جدا، كل الحاجات دي هتساعدني اعمل سي في كويس، انسقه، راعي كل الامور دي، البس كويس، يكون البروفايل بتاعك كويس، شكلي كويس من ناحيه اظبط الصور، تبقى الصوره بتاعت البس شيك، كل الحاجات دي هتكون مناسبه جدا. اقدم في هذه الاماكن، اقدم باذن الله، اروح اكون لابس كويس، اتكلم بلغه انجليزيه كويسه، السي في بتاعي كويس، كل ده بيعمل فرق رهيب جدا 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 وبيعمل فرق كبير جدا. نصيحه مني تانيه، انك لما تيجي تكتب السي في تكتب فاكولتي اوف كوميرس او كليه التجاره داش جامعه كذا، جامعه كايرو يونيفرستي اكاونتنج او التخصص بتاعك، ما تقولش عربي او انجليزي الا لو انت بقى جيت ان شاء الله مقابله وسالك ساعتها تقول، ولكن ما ترفض، لان في احيانا يقول لك لا عربي، لكن حاول انك تقدم واعرف ان هذا الموضوع لما تيجي ويقول لك لا ده انت انت عربي وانجليزي بس انت اوريدي ابهرته في مقابله العمل، فساعتها ان شاء الله هيكون ليك نصيب. الارزاق بيد الله، نعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يوفقك. ونصيحتك الثانيه ليك، حاول انك تحصل على الشهادات المهنيه في مجالك، لان ده بيرفع من قوه البروفايل بتاعك، ان شاء الله لما تيجي تقدم بعد كده هتكون ليك النصيب، لان بيكون فيها منافسه عاليه.